السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا دروس آئیے اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. ہمیشہ کی طرح آج کے دن کی ابتدا آپ کے مبارک نام سے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا و مولانا محمد وعلى آله سیدنا محمد القبضة النائرة والروح الطاهرة والأنفاس العاطرة والأنوار الساطعة والأسرار اللامعة والذات الكاملة والرحمة الشاملة والهدية الواصلة والنعمة الدائمة سيدنا ومولانا محمد سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه المختصين بالتطهير والكرامات الباهرة وسلم تسليما عددا مخلوقات الله وآلائه الظاهرة والباطنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.